تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة توارط أفرادها في جناية التهريب الدولي للمخدرات. فبعد تتبع وترصد تحركات أفراد الشبكة والتحري عن نشاطها واستيفاء جميع الإجراءات القانونية مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، أسفرت عن توقيف 7 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 46 سنة، مع حجم ما يفوق 108 كيلوغرام من المخدرات الكيف المعالج، وحجم مبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدره 14.5 مليون سنتيم و14 هاتف نقال و5 مركبات كانت تستعمل في نقل وتوزيع وشحن وتسليم هذه السموم.